السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. تكملة لحلقات الزكاة، نبدأ اليوم في حلقة جديدة بعنوان زكاة الثمر والحبوب. شرط الحب والثمر أن يزهو الثمر يصفو أو يحمر أو يفرك الحب وأن يطيب العنب والزيتون إلى آخره، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده، صدق الله العظيم، الآية 141 من سورة الأنعام. ونصابها 5 أوسق، والوسق هو 60 صاعا، والصاع هو 4 أمداد، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني 5 أوسق صدقة، والحديث سبق تخريجه. والواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون والأنهار والعشر، ففي 5 أوسق نصف وسق، وإن كانت تسقى بكلفة بأن تسقى بالدلاء والسواني، والسواني هو جمع سانية، وهي ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره ونحوها، ففي نصف العشر، ففي 5 أوسق ربع وسق، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، والعثري هو الذي يشرب بعروقه من ثرى الأرض بدون سقي، ويسمى البعل أيضا. هناك بعض التنبيهات المهمة: من كان يسقي زرعه مرة بآلة ومرة بدونها الواجب عليه 3/4 العشر، هكذا قال أهل العلم، وقال العلامة ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. أيضا تجمع أنواع التمر إلى بعضها، فإن بلغت نصابا زكيت من وسطها، فلا يتعين دفعها من الجيد ولا من الرديء. أيضا يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإن بلغ المجموع نصابا زكى من غالبه. وتجمع أنواع القطنية، وهي الفول والحمص والعدس والجلبانة والترمس، فإن بلغت نصابا زكيت من غالبها. أيضا إذا بلغ كلا من الزيتون أو حب الفجل أو الجلجلان، والجلجلان هو الكزبرة، وقيل أيضا هو السمسم، إذا بلغ كل من الزيتون أو الحب الفجل والجلجلان نصابا زكي من زيتهم. أيضا تجمع أنواع العنب إلى بعضها، فإذا بلغت نصابا زكيت، وإن بيعت قبل أن تصير زبيبا أخرجت الزكاة من ثمنها، وهي العشر أو نصف العشر بحسب السقي. أيضا الأرز والذرة والدخن كل واحد منها صنف مستقل، فلا تجمع إلى بعضهما، فإذا لم يبلغ الصنف منها نصابا فلا زكاة فيه. أيضا من استأجر أرضا فحرثها فبلغ الحاصل نصابا وجب عليه أن يزكيه. وأيضا من ملك ثمرا أو حبا بأي وجه من أوجه الملك بهبة أو شراء أو إرث بعد استوائه فلا زكاة عليه فيه، إذ زكاته على واهبه أو بائعه، ولو ملكه قبل استوائه لوجبت عليه زكاته. من كان أيضا عليه دين استغرق جميع ماله أو نقصه من النصاب فلا زكاة عليه. هكذا انتهت الحلقة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.